السلام عليكم، معكم يزيد. هذا الفيديو كنصوره من واحد الفيلاج في النرويج، اوضه قلب الكاميرا ونوريكم لا فيو اللي كنشوف. يعني فريم واحد المنظر اللي خيالي. وبغيت نشارك واحد الخطيره على الطبيعه، نيتشر. الطبيعه هي احسن استاذ. يعني تنقرا واحد الكتاب كنصح به ديما، اللي هو ليترز تو ذا سيريوس باي سينيكا. يعني سينيكا واحد الفيلسوف، وشي كان كيصيفط واحد الرسائل لسيريوس بحال الصديق ديالو، وفي كل رساله كيهضر على القضيه ديال الطبيعه. ما تيقول له زعما احسن زعما استاذ، ما احسن سورس ديال العلم هي الطبيعه. وفعلا للاسف كنبتعدوا على الطبيعه، رغم ممكن تعلموا منها بزاف ديال الحوايج. وبحال مثلا كنشوف مثلا في الديانه ديالنا ديال الاسلام، شحال مره مثلا في القران تيكون كتجبد هضر على 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 الطبيعه، على الفصول، على الكواكب. هذا مثلا هي جوج خواطر جاوني ديال في بحال هكايا. مثلا الصلاه الاوقات ديال الصلاه بحال شي لي متصلين بالاوقات ديال الشمس. مثلا المغرب الناس كيصليو حيت تتغرب الشمس، الفجر مع الطلوع ديال الشمس. يعني بحال كاين واحد الصله مع الطبيعه، مع الكواكب، مع الشمس. ومثلا رمضان العكس، مع القمر. الناس ما تيعيدوش حتى كيشوفوا القمر. يعني بحال قلتي في الديانه ديالنا كاين بحال قلتي، وكاين واحد الدافع، ماشي واحد الدافع، بحال قلتي خاصنا نشوفوا، خاصنا نعيشوا اون هارموني مع الطبيعه. وهذا هو بحال قلتي بالنسبه ليا. يقدر يكون كاع الهدف من هادشي كامل هو انه الانسان يقدر يعيش في اون هارموني مع النيتشر. حيت بحال قلتي حنا كائنات من الانسان، حيت كاين بزاف ديال الكائنات حيه من غير الانسان. هذا مثلا دابا هذا الغاز اللي قلت عليه انا، تو راه كائن حي، الشجر كائن حي، الحيوانات كائنات حيه. ولكن حنايا بحال قلتي كيجيبنا راسنا بحال حنايا هما لي سونتر ديال لونيفيغ. بحال قلتي حنايا علاش داير الفيلم كامل؟ الوغ كو نو. يعني بحال قلتي راه الله خلق هادشي كامل. يعني كاين تماك واحد الحكمه، انه بحال قلتي خاصنا نعيشوا اون هارموني مع الطبيعه دي. وحنا مثلا الفصول خطيره من الخواطر اللي الحوايج ممكن تعلمهم من الطبيعه. مثلا كاين الفصول، دونك مثلا كاين الوينتر، دونك كاين الشتاء من ورا الخريف، من ورا الربيع، الصيف، الخريف. يعني كاين حالتي الطبيعه بحال حالتي كتمر بزاف ديال لي زيتا، بزاف ديال الحالات. وكذلك مثلا ري داليو واحد البليونير، واحد عنده واحد الهيدج فوند ديالو بريدج واتر، وين كتب بزاف ديال كتب واحد الكتاب المهم برينسيبلز. وكيدير منين تعلم هذوك لي براتيك ديالو، منين تعلم زعما لي برانسيب باش ولا ملياردير. وقال لهم الطبيعه، قال لهم الطبيعه واحد هو اللي كيهضر على ديك ديد سايكلز، يعني لي سيكل ديال الديون اللي كيمروا منهم الدول. وقال لهم بحال الطبيعه، دونك كاين لي سيكل ديال الديون. وبيان سور كاين دونك شورت تيرم ديد سايكل ولونج تيرم ديد سايكل اللي حنا حاليا كنعيشوها. دونك بحال حتى هو شاف الطبيعه واستفد منها، خرج منها واحد الخلاصه استعملها في البيزنس ديالو. والقضيه ديال الفصول، يعني تطبقينا حتى حنايا، يعني خاصنا نحاول ما امكن الحياه ديالنا نربطوها بالفصول. مثلا الوينتر انسان، الشتاء انسان يخدم، الربيع والصيف انسان يستمتع. وهي كذلك يعني بحالتي هادو هما لي لابس، هادو هما لي بحال قلتي مواقيت دي لابس دو طون اللي الطبيعه كتعتمد عليهم. يعني بحالتي عندنا دي روبير. للاسف حيت شحال واحد مثلا تمتني خدام مابقيناش كاع تنحسوا بالفصول. يعني شحال من كتقول لك حنا انا فصل الله ما يعرفش واش خريف واش صيف ولا. سورتو مثلا الانسان مثلا كيدير تي ترافاي خدام الدار تسد على راسو، كيفاق حيت يفاق كيشوف الحيط ما كيشوفش السما، و خدام بحال انت مثلا جيتي ما يعرفش انا فصل كاين. الوغ حنا اتخافيغ لي سواغ بيولوجيكمون بحال انت كنا عايشين برا، كنفيقو الصباح كتشوف كتعرف شنو كاين. ولي غوبيغ ديالك مبازين على داك الفات انك على الطبيعه. هذا مثلا هي الليل والصباح، دونك كيسان احتفاق الصباح الجسم ديالنا تعرف ان كاين الصباح، تفرز واحد الهرمونات مثلا كيفرز الكورتيزول هذاك الستريس هرمون، الانسان تيفيق. مثلا بالليل حيت كيطيح الظلام كاينه الشمس، شنو كيدير الانسان؟ الهرمون كيطلق واحد الهرمون الجسم ديالنا كيطلق واحد الهرمون
ديال باش الانسان ينعس بالليل، حيت الانسان تيقلب هاد السكيل هادو، مثلا كيفيق بالليل وكينعس بالصباح بحال تيخربق، ما احترمش لي سيكل ديال 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 الطبيعه. وكما قلت ونيتر لافس لاست، هذا واحد الميتر واحد اخر، ديما الطبيعه، ما عمر الانسان يغلب الطبيعه، الطبيعه يبني لك تغلب في الاخر، يعني ما عمرك ما يمكنلكش تو اوت سمارت نيتر. واحد الحمامه زحفه هنايا يعني، وتا هذا القدير حتى هنايا هنايا حيت الناس اللي عايشين هنايا بحال تي الحيوانات ما تيخافوش من الناس، حيت هما عايشين اونغموني مع هذا السيكل ديال 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 نيتر. دونك هادو بحال تي حوايج اللي ممكن نستعملوهم، نحترمو هذا السيكل ديال الليل وديال الصباح، نحترمو السيكل الخريف الربيع الشتاء، نحترمو المواقيت ديال الغروب طلوع الشمس غروب الشمس، نحاول ما يمكن نعتمدو عليهم، حيت تقرا واحد الكتاب ديك سابينز وكيهضر على فوقاش تختار عاد الساعة، مثلا غرينيتش هذه مثلا وحدة جوج ثلاثة أربعة بي إم، وفيت تختار عاد مثلا في الريفوليسيون اندستريال في المصانع باش بغاو كاع العملاء ديالهم كاع الموظفين يجيو في ساعة وحدة باش يتفقوا على واحد الساعة وحدة. وطبيعة الحال أنا ما تعنيش بأن راه ما عندهاش أفونتاج كبير، غير هو خاصنا واخا ما أمكن نحاول ما أمكن نبقاو على صلة مع 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 الطبيعة، نحترموا لي السيكل. و كما قلت سيلينكا قال لهم نيتشر از ذا بيست تيشر، وقال لهم هابي از ذا مان هو ليفز ان هارموني وذ نيتشر، يعني حتى التلفت انا نسمع السعاده ولا الحياه الطيبه الانسان تلقى حيت تعيش مع الطبيعه. وواحد الدراسه داروها بقيت انك تبقى قريتها، المهم شافوا مشاو عندك دوك الناس اللي ساكنين بحال قلتي اميش، بحال قلتي ناس ساكنين في العروبيه اللي خدامين في الارض في امريكان، ولقى عنده بان نسبه ديال الديبرسيون وقيل قل 5 ديال المرات مع الناس اللي ساكنين في 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 المدينه، ولقاو مع تقريبا ما عندوش كاع الديبرسيون، ما عندوش كاع الامراض النفسيه. و علاش؟ حيت عايشين اون هارموني مع 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 الطبيعه، مع الطبيعه تيفيقوا حيت غرب الشمس كينعسوا، حيت تيفيقوا حيت تشرق الشمس كينعسوا، حيت غرب الشمس في الوينتر راه ما كاينش راه داك الشيء اللي يخدموا في الفصول الاخرى، تعيشوا مع الحيوانات، ذاك الفكره ان الانسان يعيش مع الحيوانات حتى هو عنده واحد لافونتاج كبير. لما تهضر على الحيوانات حتى هما واحد النقطه كائنات حيه، وتنقرا ذاك الفخيك غامازوف ديال دوستويفسكي، وكاين واحد البيرسوناج زوسيما بحال تي ولا فيكور كريستيك، ما بحال تي ولا هو واحد الشخص زعما اللي مزديان، هو المينتور ديال اليوشا، اليوشا هو البطل ديال القصة، وهذا كازوسيما تيعاود على القصة ديالو، المهم حيت كيعطي نصائح للناس الآخرين، مع الناس اللي كيشوفوا يسمعوا ليه، قال لهم طلبوا السماحة من الحيوانات، قال لهم حيت شوفوا شي طير قولوا له سمح لي، حيت شوفوا شي كلب قولوا له سمح لي، وكذلك كاع الحيوانات، علاش؟ حيت قال لهم دي ار، هما قال لهم معصومين من من الايفل من الخطأ. حيت حنا مثلا الانسان شحال مثلا قلتو مثلا التاريخ ديال البشريه كان بزاف ديال 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 التراجيدي، مثلا لي كونت كونسونتراسيون مثلا اللي توقع حاليا في فلسطين، مثلا لي كونت كونسونتراسيون الكولاك في روسيا، المجاعات اللي دازو في وقت ديال ماو زي دونك في تشاينا، يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما مزيانينش. الوغ الحيوانات ما عندهمش داكشي، الحيوانات السبع ما تجيكش غزاله حتى كيجي الجوع، وكذلك جميع الحيوانات ما كتشوفش من تحت، كتشوف واحد السبع تياكل واحد الغزاله ما كتقولش داك السبع راه شرير، لا كتعرف بان راه احترم السيكل ديال الطبيعه. الوغ كتشوف مثلا واحد اللي كون الكولاك الكونت كونسنتراسيون ديال روسيا كتقول داك راه الشر، داك راه ماشي الخير. دونك كايز دونك هذه كانت واحد الخطيرة على الفيت ان خاصنا نتعلموا من الطبيعه، وكاين واحد البرونش في الانجينيرين اللي كتجيني انا احسن برونش انجينيرين من الهندسه هي سيستمز انجينيرين، الهندسه ديال سيستمز بحال مثلا كيفاش تبني باطو، كيفاش تبني طياره، كيفاش تبني واحد الصاروخ، وحيت كتقرا مثلا سيستم انجينيرين كتشوف زعما لي باز ديالها معتمدين على الطبيعه، على البوزيتيف فيدباك لوب، يعني كاع لي باز ديالها مبازين على البيولوجي، على 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 على, على, على الطبيعه. دونك جايز هذيك دونك خطيره على الطبيعه، خصنا نحترموا الفصول، نحترموا الصباح الليل الخريف الربيع الصيف، تخش شرق الشمس تخش غرب الشمس، القمر الحيوانات
كذلك الحلم تاعنا حاليا انا حيت زبرديله وحفيان. علاش؟ حيت الارض نيجاتيفلي تشارجد، بحال قلتي الطاقه ديال الارض نيجاتيف. كان يقول لي انت بديت تدخل في الشعوذ. مشى ديال الكتاب. المهم واحد المهم واحد 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 العالم ما حيتي هو اللي فيلغاريزم ماشي فيلغاريزم بحال القضية ديال الردها العامة حيت هو دار الدراسات ولقى بأن الأرض أون فيت الشحنة ديالها بحال كتكون نوتخ حيت كذا، ولكن بعد حيت كنت كيضرب البرق ولا شي حاجة كتولي الشحنة ديالها نيجاتيف. والإنسان بشحال هذه حيت كان كيتمشح فيها قبل ما يتخسر عسبر ديالاتو والصندالات وهذا الشيء كان كيتمشح فيها. دونك بحال النوتخ معناها البوزيتيف كتكون واحد 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 لابالونس، وما تكونش بزاف ديال لي زانفورماسيون عند الانسان. حيت الانسان خسر دونك بالصنداله البلاستيك وداك لبسو، حيت كاين واحد واحد الحاجه اللي غير موصله ما بين الانسان والارض، يعني مابقاتش كدوز ديك الانرجي. الشعاع ديال حاليا شحال ما تيقول كيمشي دونك كيشجعوا الناس انهم يمشيو حفيانين باش ياخذوا دوك النيجاتيف ايونز فروم ذا ايرث. دونك هادو فريمون كاين هذا بحر زعما هاد القضيه هادي ديال نيتشر از ذا بيست تيشر. جايز ما نطولش عليكم، ندور الكاميرا مرة اخرى الفيديو. دونك جايز هاد الفيلاج هذا سميتو اودا، دونك كاين في النرويج.